السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الغد بحول الله دائما طقس ثقيل سيبقى يميز كافة المناطق الشمالية، أجواء مغشاة خلال الظهيرة، تتشكل سحب رعدية نحو المرتفعات الوسطى والشرقية لما نقول رعود، احتمال أمطار رعدية محلية. بالمناطق الغربية ستلتحق إليها أمطار رعدية خلال أواخر النهار، كما ستميز المرتفعات الغربية تطاير بعض الأتربة. أما بالنسبة شمال الصحراء أجواء مشمسة على العموم، لكن ستكون مغشاة نحو أقصى الجنوب الشرقي ومشمسة تماما من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب، مع تطاير للرمال بالصحراء الوسطى أقصى الجنوب ومرتفعات الطاسيلي. بالنسبة للحرارة خلال ليلة اليوم إلى غاية فجر يوم الغد ستتراوح ما بين 4 إلى 8 درجات بالمناطق الشمالية، 9 درجات بغردية ببسكرة تقرد ورقلة حسيم سعود، 10 درجات ببشار، 15 درجة بأدرار تيميمون وإن صالح، وترتفع إلى 18 بإنجزار. أما خلال ظهيرة الغد الحرارة القصوى تبقى مرتفعة، تقارب 23 درجة بتلمسان، في حدود 22 درجة بوهران، بمسغنم، ببجاية، تيزي وزو، سكيكدا، وعنابة، 19 درجة بالعاصمة والجلفة، في حدود 22 درجة أيضا بكافة شمال الصحراء، 27 درجة بأدرار تيميمون وإن صالح، وترتفع إلى 34 درجة بأقصى الجنوب. أما عن حالة البحر ليوم الغد سيكون جميل إلى قليل الاضطراب نحو السواحل الشرقية، ضعيفة تماما متغيرة الاتجاهات، أحيانا جنوبية غربية بسواحل الغربية. جولة خاطفة إلى بعض عواصم شمال قارة إفريقيا بإذن الله، أجواء مشمسة على أغلب العواصم عدا بالخرطوم ستكون غائمة مع 36 درجة، نفس الأجواء بنواكشوط مع 34 درجة. أما تونس ستقارب الحرارة بها 21 درجة، 18 درجة فقط في بالقاهرة، وترتفع إلى غاية 41 درجة بنيامي. نعود إلى أرض الوطن، وقت شروق الشمس صباح الغد سيكون في حدود الساعة 7 صباحا وأربع دقائق. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، دمتم بصحة وعافية وفي أمان الله.